إذا كانت أسنانك تحتوي على أي تصبغات أو تغيير في شكلها أو لونها، فإن طب الأسنان التجميلي سيساعدك على إحياء ابتسامتك وكذلك جماليات وجهك. تبييض الأسنان هو من التقنيات الحديثة اللي تعطينا درجة بياض أفتح من درجة الأسنان الطبيعية. يلجأ إلها الشخص لما تكون صفة أسنانه حلوة وعاجبته والأسنان كلها على صفة واحدة، بس حابب يفتح أسنانه بدرجة أو درجتين. يمكن أن يحدث تصبغ للأسنان لأسباب مختلفة مثل التقدم في السن وتناول بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة والتدخين وبعض أنواع الأدوية. لنتعرف معا على أحدث التقنيات لتبييض الأسنان. عندنا طريقتين تقنيتين لتبييض الأسنان اللي هي بالليزر وبتقنية الزوم. التبييض بالليزر هو من التقنيات الحديثة والمعروفة أنه هي سريعة، تعطينا أكشن سريع، لكن مشكلتها أنها تسبب حساسية للأسنان لأنها تكون حزمة ضيقة من الليزر تدخل بعمق على الأسنان، تولد حرارة على أسنان المريض، وبالتالي المريض راح يشكي من حساسية ما بعد التبييض وأيضا مشاكل والتهابات في اللثة نوعا ما. لكن اللي يميز تقنية الزوم عن تقنية الليزر أن تقنية الزوم آمنة جدا، ما تتطلب من أدنى أنه نستهلك كمية كبيرة من الهيدروجين بيروكسيد، الكمية آمنة جدا اللي هي 25% على عكس تقنية الليزر نستهلك بها كمية كبيرة من الهيدروجين بيروكسيد وهي اللي تؤدي إلى الحساسية. الزوم أيضا آمن من ناحية طبيعة الأشعة اللي نستخدمها، إحنا هنا راح نستخدم الأشعة الفوق البنفسجية اللي تكون آمنة جدا حتى لو اخترقت طبقات عميقة من السن، هي تسوي مثل أكتيفيشن لمادة الهيدروجين بيروكسيد، يعني حتى لو حطينا كمية قليلة لأن راح نفعلها راح تشتغل على البقع العنيدة وبالتالي تزيلها. فبالتالي إحنا راح ناخذ بياض تقريبا 8 درجات أبيض من درجة أسنان الشخص الطبيعية، وبالمقابل أيضا من دون ألم ومن دون حساسية. ممكن يشكي المريض من حساسية باليوم الأول أو الثاني، وهذا الشيء طبيعي نتيجة أن إحنا فتحنا قنوات الأسنان وخلينا مادة الهيدروجين بيروكسيد تدخل بداخلها، لكن سرعان ما يزول هذا الحساسية بعد اليوم أو الأول أو الثاني من التبييض. لعلاج تصبغات أسنانك قم بزيارة طبيب الأسنان المختص لمساعدتك على استعادة البياض الطبيعي لأسنانك ومنحك ابتسامة خالية من العيوب.